السائل هيثم يقول: الشيخ، ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات الإنسان يفتن عند الوفاة، عند قبض روحه، يأتيه الشيطان ويوسوس له ليخرجه عن الإسلام وليموت على الكفر. يأتيه الشيطان في هذه الحال: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا عند الوفاة. فلا شك أن الشيطان يحرص على إغواء بني آدم حتى في آخر لحظة، يريد منهم أن يموتوا على الشك وعلى الكفر، ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا فتنة الممات.